دول الابلكيشنز بتاعتنا الامبلمنت اي فانكشن باي اورنج مين تيرمز. احنا ممكن امبلمنت اي فانكشن باستخدام ان احنا نعمل اورنج نعمل سام اوف مين تيرمز تمام كورسبوندنت تو وان انترست ان ذا فانكشن تيبل. وي كان امبلمنت اي فانكشن باي ادينج الماكس تيرم. ممكن اد الماكس تيرم اعمل امبلمنتيشن اي فانكشن عن طريق ايه كورسبوندنت تو زيرو انترست ان ذا فانكشن تيبل. ماكس تيرم ايفالويت تو زيرو اتس كورسبوندنج انتري. مين تيرم ايفالويتس تو 1 اتس كورسبوندنج انتري. ممكن اعبر عن اي فانكشن بصورتين صوره سام اوف مين تيرمز او برودكت ماكس تيرمز اس او ام او بوت او في او ام. طب انا اختار مين فيهم؟ يعني اعبر عن فانكشن كده سام اوف مين تيرمز ولا برودكت ماكس تيرمز؟ الاقل يعني لو حاجه اقل اعبر عنها بالصوره الابسط اللي هو حاجه ما بدل ما اكتب كلمات على الفاضي بعد كده ابدا اعمل سيمبليفيكيشن بالالجبرا. لا انا عندي هنا الوحيد 3 3 من 8 والباقي كله اصفار خلاص اعبر عنها صامت مين تيرمز. عندي الاصفار هي الاقل اعبر عنها برودكت ماكس تيرمز تمام بعبر عنها عن طريق الاقل اديني عدد كلمات اقل في الاكسبريشن. الاكسبريشن هحصل له سيمبليفيكيشن بعد كده كده. المحاضره دي كان الفاضل فيها الجزء ده فهي أسئلة فيها؟ طيب هنطلع المحاضرة ثلاثة هنكمل شابتر اثنين. احنا لسه في شابتر اثنين في سكشن 2.6 تمام اللي هو كرونيكال فورمز. هل ممكن نحول من اس او ام لبي او اس؟ بي او ام قصدي؟ الصورة اللي قدامكم دي تعتبر ايه؟ سام اوف مين تيرمز اس او ام؟ الصورة اللي قدامكم بتاعت الاف دي الاكسبريشن ده يعتبر اس او ام؟ لازم يكون هما عبارة عن ثلاثة فاريبلز اكس وزد تعتبر اس وام؟ لا ليه؟ عشان مش كاملين مش هم ناقصين مش لازم اوردر ما تكلمش عن مستوى مين تيرم واحد بتكلم عن مستوى اس وام لا عشان ايه اكس زد ده مين تيرم ده؟ لا ليه؟ لو في هنا x و z وهنا في y في الحالة دي اختار مين تسمو في الترمز عادي مش هل مين ترمز كلها تظهر انا باخد مين ترمز فيها وحايد بس. طيب انا عندي الترم ده f بتساوي y برايم or x برايم z برايم ازاي احوله لسمو في مين ترمز؟ ده مش سمو في مين ترمز زي ما قلنا. ليه؟ لانه صاروا في مين ترمز يعني لازم كلهم لهم مين ترمات معمول لهم اورنج. طب عشان يبقى مين ترم يبقى لازم كل الفيروس تبقى ظاهره فيه وده مرتب. ده مش ظاهر فيه اكس والزد وده مش ظاهر فيه مين؟ الواي. طب لا ده مين ترم ولا ده مين ترم؟ طب انت ما ينفعش تصنف مين ترم. طب اقول لك هنا فانكشن زود نصنف مين ترم. هنحولها ازاي نصنف مين ترم؟ نشوف لو هو الواي مثلا احنا عايزين واحد. عايزين عايزين هنا خلينا في الاسهل ده خلينا ده عايزين واي بس هنفك الاوريجن عايزين واحد ولا صفر؟ لا احنا عايزين نحط هنا واي عايزين مثلا واي هنا في الكلمه سيب سيب دلوقتي الواي برايم دي خليها على جنب عايزين هنا واي يظهر في الواي تبقى واي واي برايم مش عايزين نضرب الاوريجن واي ايه؟ واي في حد قال واي برايم صح ما دي هنعملها بالالجبرا اهي اكس برايم زد برايم عن واحد في حاجه احمد زي حاجه عنده واحد في حاجه لا ما فرقش حاجه. طب نعوض شيل واحد ده حط واي وباي باي فرقت حاجه؟ لا ما فرقتش حاجه تمام. واي برايم اور فك ده ثابت بلو اكس واي خلاص بقى اكتب x y z prime or x y prime x prime y prime z prime z prime
طيب وده محتاجين ايه؟ هنضيف له برضه بحر. هنضيف له مين؟ مرة اكس مرة واي مرة اكس اور اكس باي زد اور زد باي هنا اور اكس واي زد باي اور اكس باي واي باي زد باي. سبرايم او زد برايم طبعا كده مش طالعه تمام. فهنا هنعملها ازاي؟ هنعملها هنا اكس اور اكس برايم ان هنعملها على مرحلتين عشان ما نتلخبطش ان زد لو في زد بس ماشي في زد كده تمام. دي هتساوي واي برايم اكس واي برايم اور اكس برايم y prime or x prime y z prime or x prime y prime z prime. فضل ده التاني ده هيكون ناقص البرايم. البرايم بس هتساوي x y البرايم تعالى عمال صح ما تخبطش بس x y prime في z or z prime or x prime y prime is z or z prime or x prime y z prime or x prime y prime z prime. دي هتساوي ايه بقى؟ x y prime z or x y prime z prime or x y prime z x prime r or x prime y prime z prime or x prime y z prime or x prime y prime. خد عندنا كام كرم؟ يعني انا بشوف الترم الناقص والفرق الناقص الفرق الناقص الفرق الناقص الفرق الناقص زود وحطيت الواحد عشان خاطر الحاجه والاورنج بتاعها والبرايم بيساوي واحد بيساوي واحد انا عشان صمت السبب في النقطه بالظبط. طيب كملت على الواي بقيت الترم الثاني كملت على الواي الاكس والزد ده الاكس والزد صح وكل بقى بعمل كده في اي مساله زي دي اي مساله زي دي عايزه سم اوف مين تيرمز عايزه سم اوف مين تيرمز تمام. هناخد هنعشر هناخد شبه هنا عندنا زي مين اكس برايم واي برايم زد برايم واحد ثاني الترم الاول مع الاول مع لا يعني اذا ده ممكن نكتبه ايه؟ ايه الصميشن بتاع مين؟ الترم ده كام؟ ده خمسة وكام؟ ثلاثة وكام ده؟ واحد وده زيرو وده اثنين طلعت الشكل ده. اما الخط دي انا خدت واحد بس من دول يا جماعه خدت واحد بس من دول
عملها بترو ستيب. عملها بترو ستيب. طب هو الترو ستيب اللي عارف يعملها ازاي؟ عادي جدا، انت اعمل ترو ستيب، هو بيقول لك ايه الفانكشن؟ دي مش دي اربعه مشكلات. اربعه؟ دي اربعه صح. دي اربعه. صفر واحد. انا دي زيرو لا واحد زيرو زيرو واحد زيرو زيرو واحد زيرو زيرو عملها ازاي؟ عملها برضو بالتروس تيبل بس ياخد ما قراش التروس تيبل هيعملها بالالجبر بالتروس تيبل عادي هيروح يعمل اف ايه؟ ادي اكس وادي واي وادي زد وادي اف وادي وبقول الفانكشن تساوي امتى الفانكشن تساوي واحد؟ مش هنا ده مين تير؟ بس ده مين تير معمول له سمبليفيكيشن خلي بالك معمول له سمبليفيكيشن معمول له تفصيل يعني حصل له اختصار بالالجبرا لانك انت لو عملت دول الست دول لو عملتهم سمبليفيكيشن هتوصل بالشكل ده وبقول عند واي براين عند واي براين الفانكشن تساوي واحد مش احنا قلنا مين تير اللي بتمركب فيها الفانكشن تساوي واحد هنا في واحده عند مين؟ عند واي براين وفي واحده عند اكس براين زد براين عند واي برايم لما تكون واي برايم واي كومبلمنت يعني واي بزيرو الفانكشن بواحد يبقى ما تبصش على الثاني عند الاور الاور لو الطرف فيها الواحد ما تبصش على الطرف الثاني خالص يبقى هنحط واحد فين؟ الزيرو والواحد حلو واحد واحد والاربعه واحد واحد بس واي برايم دكتور تاني ما انا بقول واحد فين؟ عند واي برايم الفانكشن واحد فين؟ عند واي برايم اذا لو ده مش موجود هل هيفرق لو ده زيرو او واحد هيفرق؟ مش هيفرق يبقى اذا هي واحد عند واي برايم عند مين ترم فيه الواي برايم مين الترم اللي مات فيها الواي برايم هي دول دي مين الترم اللي مات فيها الواي برايم طيب واحد تاني فين؟ عند مين ترم في اكس برايم زد برايم اكس برايم زد برايم مين ترم في اكس برايم زد برايم ده موجود خلاص اكس برايم زد برايم تاني تاني اللي هو زيرو اللي هو ده هو ده بس والباقي اصفار كده هو جاب التروسيم بتاع الفانكشن تمام يبقى هي هو هنا دي من تيرم بتاعته هي دي دي من تيرم بتاعته اللي هي ام زيرو ام واحد ام ثلاثة ام اثنين قصدي ام 4 ام 5 دكتور ممكن تقول عشان كان بس الفانكشن بص انا بقول لك حاجه بتساوي واحد عند الاور بتاع طرفين مع بعض فانا بص شيل ده طالما اور بتريحني الاور في الموضوع ده ليه؟ لما الاور طالما طرف واحد ما بصش على الطرف الثاني هي بتساوي واحد عند مين ترم ده او مين ترم ده ده مين ترم بس معمول سمبليفيكيشن انا عملت اختصار للالجبرا عشان منه شويه فاريبلز للالجبرا طب هو الميد تيرم ده اللي فيه مين اللي فيه واي برايم بتساوي صفر الواي برايم بتساوي صفر احنا عارفين الميد تيرم هو اللي فيه الفاريبل لما يكون كومبلمنتد يبقى معناها صفر ولما يكون نورمال معناها ايه؟ واحد فهنا عندنا ميد تيرم الفاريبل فيه كومبلمنتد يعني معنى ذلك ان الواي بصفر هدور على الميد تيرم الميد تيرمز هنا اللي فيها الواي بصفر هنا وهنا حطيت واحد مين؟ حطيت واحد ده واحد ده ومين؟ واحد ده واحد ده صفر صفر من ده بعد كده او الاكس برايم زد برايم الاكس المين تيرم اللي فيه اكس برايم او زد برايم بصفار اكس برايم وزد برايم بصفار هنا اكس برايم وزد برايم بصفار يبقى التيرم ده عشان كده حطينا هنا واحد طب بيت الفانكشن ما قالش حاجه زيرو بيت الفانكشن زيرو بيت الترمات زيرو خلاص هو قال دي مش احنا قلنا الصم في مين تيرمز بنقول بس الترمات اللي عندها الفانكشن بتساوي واحد يبقى الباقي صفر مفهوم انت وصل تمام هنا عندنا في مشكله لا النورمال بتاعه صفر فلما الاقي برايم ده معناه ان هو كان صفر وانا حولته واحد ولا العكس لا لما تلاقي برايم في مين تيرم معناها ان هو بصفر الفاريبل بصفر في الحاله دي الفاريبلز ما تنساش اول المحاضره قلنا مين تيرم هو الاندنج تحت الفاريبلز مع بعض والاندنج تحت الفاريبلز دي اللي تدي واحد عشان يدي واحد عشان ده يدي واحد لازم تبقى واي برايم ده عشان ده تدي واحد لازم يبقى واي برايم
عند واي برايم واي برايم او لازم تبقى اكس برايم او زد برايم. ما تلخبطش يا جماعه، عارف ان الموضوع لسه جديد فعم لخبطه. اخو ما لناش دور في الجبر. ايه حضرتك قلت دي سميشن 5 4 1 0 2. حضرتك قلت ايه؟ ايه حط الكود بتاع الحاجات دي، الكود بتاع دي دي. بص بص هنا اللي كبر بتاع دي دي ده كام؟ ده مين تيرم فيه الفيرم مش نورمال، يبقى اذا الفيرم بكام؟ 1 0 1 0 1 5. دي 1 0 0 0 0 1. ده 0 0 0. ده 0 1 0 0 1 0. طب مع كام؟ او باخد الاثنين متشابهين؟ لا دول متشابهين، ده خلاص مش معايا. دي ارقام مين تيرمز، لكن مين تيرم نفسه الواحد، مين تيرم الواحد لازم يكون الفيرمز فيه في الالجبرا مترتبه. دكتور ده انا برجع سيمبليفيكيشن، برجع الاصل. هو ده سيمبليفيكيشن، ده خلي بالك هي صنف مين تيرمز، بس ده مش مين تيرم ولا ده مين تيرم. انا عايز ارجعها للاصل بتاعها، الكانونيكال فورم اللي هو اس وام بتاعها. يبقى ارجع مين ترم ده كامل، عشان لو مين ترم كامل لازم يبقى فيه فاريبل اكس ظاهر وفاريبل زد ظاهر، ولازم عشان يبقى مين ترم كامل لازم الفاريبل واي يكون ظاهر فيه. طيب عندنا بعد كده في مشكله ثانيه، في حد عنده لبس او مش واضحه بالنسبه له؟ دكتور ما عندناش سؤال. اتفضل دكتور. هو ليه في الام 0 حاجات على الكام؟ ام الزيرو فين؟ هنا؟ بص بقى انا هنا عملتها بواحد ليه؟ انا قلت هو بيقول لي هو احنا لما بنقول اس او ام دي اس او ام، بس هي مش اس او ام بتعملها، هي اسمها اس او دي. اس او ام دي هو بيقول لي الفانكشن، هو انت لما بيعبر عن فانكشن في صوره سم اوف ميد تيرمز فهو بيعبر عليها في صوره الميد تيرمات اللي بتبقى حاجه بس. فانا بدور على مين تيرمز اللي فيها الواي بصفر لان قصادها وحايه، فبقول الواي بصفر هنا وهنا فاذا في وحايه هنا، الواي بصفر هنا وهنا فاذا في وحايه هنا. لو انت مسكت ده وعملت له سيمبليفيكيشن بالالجبرا هتوصل لده. لو مسكت الكامل ده الفول ده اللي فيه كل الترمات عملت له سيمبليفيكيشن بالالجبرا هتوصل لده. لو احنا عايزين بقى كونفيرت انتو برودكت ماكس تيرم، خلي بالك هو بيعبر عن فانكشن هنا في صوره ايه؟ الترمات الماكس. لا لحظه، ده دي صوره من تير، صوره من تير دي مش صوره برودكت ماكس تير، بس انا عايز احولها للصوره العكسيه. صوره برودكت ماكس تير عايز اعبر عن صوره برودكت ماكس تير. هتجيبوها بتروس تيبل؟ ها؟ عايزين نجيبها زي كده الجبرا. الجبرا؟ تعيد الجبرا شوية. مش احنا بنجيبها زي كده في ناس تقدر تنسحب وتحرم مش عارف ايه. الموضوع صعب مش هنحل الجبرا. هنلعب الجبرا هنحلها بالتاني. طب احنا عايزين نحول دي صح، دي عايز احولها برودكت ماكس تير. فكر في قانون الجبر يحول من الصوره دي لصوره البرودكت ماكس تير، صوره ال بص معايا في الجبر انت عندك اف بتساوي ايه؟ اكس واي برايم، قصدي هي نفسها المساله. اه بس واي برايم اور اكس برايم زد برايم. عايز احولها للصوره العكسيه بقى، مش عايز احولها سم اوف مين تيرمز. المساله اللي فاتت اللي هي دي كانت سم اوف مين تيرمز. احنا عايزين نحول دي نفس الفانكشن لبرودكت ماكس تير. عايز احولها برودكت ماكس تير. هجيب الاف برايم وبعد كده اجيب السم بتاع الاف برايم. اوري مع الصفر. طب ما انت عندك الديستريبيتيف حاجه تنقلك من الشورت صوره ال الاور الاند برايم اند اور الى صوره الاور اند.
ديمور لا دي مش انت عندك مش احنا قلنا اكس اور واي زد قانون ده بيقول ايه يساوي اكس واي زد بقى او اكس اور زد اكس اور زد بالظبط خلاص وبعدين صوره ماكس كام ها فنزل لي دي فدي هتساوي واي برايم اور اكس برايم واي برايم مش هنحط العند دي خلاص معناها عند باي واي واي اور زد برايم حركتهم بس ترتيب اكس كده ايه عملناها ايه كده وصلنا بس فاضل ايه بقى فاضل حاجات ناقصه فاضل حاجات ناقصه فاضل هنا الاكس ناقصه هنا اه الثانيه زد ناقص الزد نعملها ايه بالظبط دي فور مع الزيرو يبقى اكس بتساوي اكس برايم او واي برايم او زيرو ودي واي برايم او زد برايم او زيرو الزيرو هي ايه زد برايم زد برايم زد برايم انا اكس اكس برايم هنا واي برايم او زد برايم او اكس اكس برايم وصلنا في حد ممكن دلوقتي عشان القانون يا جماعه لازم تكون عارفين القوانين بتاعت الجبر ادي القانون بيقول اكس او واي زد ايكوال اكس او واي في اند اكس او زد ده قانون الديستريبيوتيف اللي هو بيقول كده الديستريبيوتيف اللي هو اسمه عارف انت شرحناه المره اللي فاتت اكس او واي زد ودي من البتروستر بتاعت تثبيتها هي عباره عن بتساوي اكس او واي اند اكس او زد فنفس الفكره زي كده عملت يبقى اذا واي برايم او اكس برايم زد هي بتساوي واي برايم او اكس اند واي برايم او زد تمام وبعد كده اكس بدلتهم هنا عملتش بس رتبت لهم رتبتهم بس رتبتهم اكس واي اكس برايم او واي برايم هي ايه واي برايم او اكس برايم واي برايم او زد دي نفس الزمان هنا بقى عايزين نضيف لها حاجه الاور دي ايه اللي ما بيبقاش بيها الزيرو ولا الواحد زيرو فهعملها اور زيرو تمام ما عملتش حاجه اور زيرو دي عملت اور زيرو ودي اور زيرو ما فرقتش حاجه الزيرو مش هيأثر طب الزيرو ده عوض مكانه بايه؟ مين ناقص هنا؟ فاريبل ناقص زد يبقى زد اند زد برايم الزيرو بتساوي ايه؟ مش هقول زد اور زد برايم يعني زد اور زد برايم تدي واحد لكن زد اند زد برايم طيب يبقى في كام بقى؟ اكس برايم اور واي برايم اور زد نفس القانون مين؟ بس اعتبر دي كلها على بعض مين؟ اكس اعتبر دي كلها على بعض اكس ودي واي زد ايه هي؟ وهنا؟ اكس برايم واي برايم زد برايم تمام؟ وبعد كده واي برايم هرتبهم بقى رتبهم عشان ما تخبطش يبقى دكتور هو الزد الاولاني دي دكتور برايم اللي زد مالها؟ اللي هي هتبقى زد في برضه دي؟ زد الثانيه لا دي فكر قانون انا فكر قانون حسب القانون ده مش موارده لا قانون سيرتي بلو تمام هنا اكس الاكس هنا مين الاكس الثاني ده دكتور برايم اكس او واي برايم او زد برايم في اكس برايم واي كده وصلنا ماكستير بدأ ايه برودكت بعملهم ان بدأ اذا ايه بي او ام برودكت ماكستير برودكت ماكستير طب ماكستير مبدا رقمها كام حد يقول لي طلعها عوض خلي بالك ده ماكستير يعني اذا الكومبلمنت فيه معناه ايه
ستة يبقى ده كومن في معاه زيرو لا واحد 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 طب العزم يبقى بترستير بجيبها ازاي؟ انا حطيت مكان البرايم 1 لا العزم يبقى بجيبها على شكل يعني اف بتساوي صفار فين؟ واي برايم ده خلي بالك ده ايه؟ بنتمر ماكس تيرم الصوره دي صوره الصورين ولا واحد؟ الصوره بنتمر صح؟ الصوره بنتمر يا جماعه نبص على الماكس يلا الصوره بنتمر الصوره بنتمر دي دي سام اوف بنتمر بس هي مش سام بنتمر بالظبط كامله هي فيها اعتبار ناقص احنا مش فاهم شويه كلام العين ثاني كلام العين ثاني يعني معنى وانا عملت في اور في ترمات معموله اور ترمات اندات معموله اور ترم في الاند معمول اور يعني ترم في الاند ترم بالاند معموله اور ده صم في ترمز ترمات بالاور معمول لها اند دي برودكت نفس كده طيب هنا عندنا اذا دي صم في ترمز طب انا عارف انه صم في ترمز انا ممكن اجيبها هنا على الجدول واعكسها تمام اجيبها على الجدول واعكسها ازاي اجيب دي على الجدول ازاي اول صنف من ترم دي ده ترم معمول له وده ترم بالامب كانه عند واحد يعني عند واحد معمول لهم اول فده صنف من ترم فهقول هو واحد فين عند واي برايم عند واحد عند واي برايم اللي واحد واللي واحد احنا كنا عملناها من شويه فين تاني واحد واحد وبعد كده هي واحد عند مين اكس برايم زد برايم اللي هو ده موجود ده وبس خلاص كده شخص بيبقى ايه؟ اصفار هات البرايم بتاع اللي هو نفس الفكره لان عشان القديم عديد ده عامل البرايم بتاعت بالظبط اللي هي واحد فين هي واحد عند واحد عند الواي برايم الواي برايم يبقى في الحاله دي الواي برايم بالصفار يبقى عند الواي برايم بالصفار يا ابو واحد يبقى نحط هنا وحايد عند الواي برايم بالصفار ونحط هنا وحايد عند الواي برايم هنا بصفر وهنا عند اكس برايم زد او اكس برايم زد برايم او نختار رجل ثلاثة دي موجودة صفر واحد دي بالثالث واحد دي ايوه بس والباقي صفار ما قالش خلاص نقول كده ايه؟ ما قالش خلاص الباقي صفار هو ما بيتصفرش غير وحايد لان دي صنف دي هنا صورة من ترمز بس مش عايز اقول عليه صنف من ترمز لان هي مش صنف من ترمز بالظبط يعني طيب اذا انا عايز اجيبها برودكت في ماكس تيرم خلاص بقى الترمات اللي فين الترمات اللي تحت ماكس تيرم اللي هم كام؟ 3 و6 و7 هم واروح اكتبهم كده بالترو ستيبل الحجيج هي مديها لي صنف من ترمز هجيبها كده وبعد كده اخد الماكس تيرمز اخد ماكس تيرمز اللي عندهم الفانكشن بتساوي اصفار واكتبهم ام 3 و6 و7 وفكهم 6 3 و6 و7 وفكهم كده كده حلينا ترو ستيب بعيد من الجبر يبقى انا وقفت المين ترم اقدر اجيب الماكس تيرم انا عندهم اللي هو بيت التماك تلاحظ ماكس تيرمز مين تيرمز انا عندي مين تيرمز بوحايد فبيت التماك تيرمز الاصفار هيبقى هو الماكس تيرم هو بالظبط الماكس تيرم وده هو اللي عمل هنا فين؟ في الجدول قال لك دي بوحايد فين؟ دي بوحايد هنا الترمات دي والصفار فين هنا؟ بدل ماكس تيرم ساعتها طيب عندنا هنا وادي الشكل بتاعها
عندي هي الفكرة بس الفانكشن مختلف شوية. دي احنا عملناها من شوية اللي هي ايه؟ الجيم لي كونفرجنت والسام اوف ميد تيرمز دي عملناها. السام اوف ميد تيرمز كنت عاملها ازاي؟ حد يقول لي اعملها ازاي دي؟ هنقول اند 1 و1 الناحية التانية وهنضيف الفاربلز الناقصة. ماشي عند 1 يعني ازاي؟ عند 1 عند 1 اكس 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 عند 1 لا في فيرب ناقص في فيرب ناقص اكس عند 1 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 اكس لما تنقرب بس دي هتساوي ايه؟ اكس واي اور اكس واي دراي اور اكس واي بس دي هتعمل مزيد دي وعايز حولها ايه؟ سلام ماشي كده اديتنا كام الترم ده اللي هو كام وكام وكام الترم ده واحد واحد اللي هو ثلاثة ثلاثة واثنين وزيرو لا ام فور بقى ام ثلاثة فور ام اثنين ده عبارة عن واحد زيرو ده زيرو زيرو ام اتنين وام زيرو ام اتنين ام زيرو يعني ايه هتساوي الصميشن بتاع زيرو اتنين تلاتة كم ممكن اجيبه تروس تيبل يبقى سيب تروس تيبل حد يقول لي كده بسرعة ها هي عند مين بالظبط عند الاكس بواحد هي بواحد ما تبصش على بيت المعادلة دي المعادلة اللي تقول ايه الاف دي عند الاكس بواحد واحمل ده صوره من ترمس من ترمس من الفايل بس هي عشان نعرف ان هعملها سيمتشن الجبر فهو معنى ذلك ان الميد ترم ده اي ميد ترم في اكس بواحد هي بواحد في الاكس بواحد ده ثلاثه فاريبل دكتور ثلاثه فاريبل اه ثلاثه فاريبل ثلاثه فاريبل نص صفرين واحدين وعند صفر واحد وصفر واحد ايوه طبعا طبعا عند الاكس واحد واحد اخر في اثنين وزريجه وعند مين تاني؟ سبراي واحد يبقى اذا النقص ترم بتاعها هو مين؟ زيرو وثلاثة واربعة اف بتساوي النقص ترم ده النقص ترم 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 ده النقص ترم هنا هنبص على دي اتفضل مش بصورة الفانكشن الفانكشن هنا حضرتك بناء عليها عملت واحد تسعة واحد واحد لا هي اثنين فاليو هو كاتب لي كده كاتب لي اثنين فاليو كاتب لي اثنين فاليو فالتروس تيبل هيبقى اربعه اربعه ايه؟ تمام اربعه اسمه ايه ده؟ اربعه مين تيرمز مش بصورة مين تيرمز خلي بالك مش اربعه بس مين تيرمز اه واحد اثنين ثلاثة أربعة ماشي واحد صفر واحد 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 لا دي عندك لما تعمل كروس تيبل مش تعمل نص اكس أما أربعة تعمل اثنين واثنين زيرو زيرو واحد واحد بعدين ترجع زيرو واحد لا السكينة بتاعتهم دي دي بص معايا وأقول اكس احنا مش هنقول سام اوف ميد تيرمز معناها الفانكشن بتساوي واحد عند الميد تيرمات دي فده ميد تيرم بس ميد تيرم ناقص تمام
ففي الحالة دي بنقول هو واحد الفانكشن دي واحد عند الميد ترم اللي فيه أي ميد ترم إكس فيه بواحد الفانكشن بواحد. مين الميد ترمات اللي فيها إكس بواحد؟ أو عند الميد ترم إكس برايم ماي برايم ميد ترم إكس برايم ماي برايم هو ده واحد. بس يبقى اللي سكن عنه ما سكن عنه الشرح هو حلال ده زيه خلاص تمام؟ نفس القاعدة اللي سكت عنه خلاص زيرو وقول مين تامز اضع مين تامز لا واحد نفهم الثاني واحد هو تقرر اكس برايم اكس برايم واي برايم اكس برايم واي برايم بالضبط تمام؟ نفهم تماما ايه؟ المفروض كرات او حاجة لا مش وحاجة تاني تاني واحد دي مش شرطوط زيرو لا اكس هنا بزيرو خلي بالك اكس هنا بزيرو مش زيرو زيرو والوان بوان بص على اكس بص على اكس هنا لوحدها بص على اكس قدين الاثنين دول بس كده بصيت على اكس برايم ده هو الترم كامل بتاع بعض اللي هو ده الترم كامل اكس برايم واي برايم ده الترم كامل اما ده سكت عنه ما قالش يبقى ده زيرو على طول طيب عندنا لو انا عندي الفانكشن دي اعملها ازاي؟ سهله جدا اعملها ازاي؟ هتحط لها ايه؟ هتحولها لصامو ميد ترم هتحط لها ناقص مين هنا؟ البيو سي وهنا ناقص مين؟ ايه؟ ثلاثة فاريبلز دي ممكن تعالوا نعملها دي بالترو ستيب عشان خاطر انا حاسس الترو ستيب معاكم ترو ستيب اسهل؟ تحطوا في الترو ستيب اكتر من على شكل ترو ستيب اسهل ناقص سي بس لا من شكلها بص ادي ايه دي سي صح واحد زيرو 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 صح واحد 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 زيرو زيرو واحد 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 بص الفاكشن بتقول ايه بتقول ايه اور بي برايم سي يعني الفاكشن دي واحد فين ما دي سي مين تامز بس مين تامز من برايم عند ايه؟ لما ايه واحد المين تيرم ده بيتحقق مع اي مين تيرم فيه ايه بواحد الفانكشن دي بتدي عنده واحد اخر اربعه او بي برايم سي اي مين تيرم اي مين تيرم في بي برايم سي بي برايم سي تاني واحد بس والباقي ما قالش اصفار ما اصفار كده احنا جبنا مين؟ جبنا مين تيرمز؟ مين تيرمز الفانكشن دي كام؟ واحد ام واحد اوف اي وبي وسي بتساوي سمشن بتاع مين؟ واحد أربعة وخمسة وستة وسبعة بس ممكن تعملها بالألجبر بعد كده هنا هو عمل بالألجبر عمل في الترستيب نفس الفكرة لو تحط الفاليو تحط واحد تعمله أند واحد أند واحد والواحد تفكه بي أو بي برايم والسي أو سي برايم في الأول كمان نقول أند واحد أند واحد عملها على مرحلتين عملها أند واحد بس طيب هنشوف لك برودكت ماكس كير ممكن تعملها بالتو ستيبل دي تو فاريبلز اهي هي صورة مين تير ولا صورة ماكس كير؟ مين صورة مين تير طيب هي الفانكشن دي بتساوي واحد امتى؟ عند اكس بواحد ما انا بتكلم ده مين تير يا جماعه ده مين تير ده مين تير ده في اند في ده اند وده بعمل له اور اند مع واحد نعمل التروست تيبل عشان يبين اخر يبقى عند الاكس بواحد ام 2 وام 3 واحد زائد واحد 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 بالظبط هنا هو نفس اللي فات طيب اذا ده مين ده الماكس طيب تعال نعمل الجبر اكس اف
بتساوي اكس اوف اكس برايم واي برايم. تعمل ازاي دي؟ الجبر. لا الجبر عايز اعملها ماكس، عايز اعملها برودكت ماكس تيرم، عايز اعملها بي او ام. طب اكس واي برايم اللي هي كام؟ اللي هي زيرو واحد، هي ام واحد، اللي هي زيرو واحد اللي هي كام؟ هي ام واحد. ام واحد ام واحد ام كهوك هو ده الفرستيب، هو ده نفس الفرستيب ام واحد. يعني شوف هو اصلا بديك الاكسبريشن مش سمبليفايد، هو اصلا الاكسبريشن ده على خمس تيرم، هو تيرم واحد بس، خمس تيرم واحد، تيرم واحد بس اللي هو اكس والواي برايم. الواي اصلا وان، لا خلي بالك النكس تيرم العكس، لما يكون الفاريبل كومبلمنتد نعتبره بي واحد، لما يكون نورمال نعتبره بزيرو عكس المين تيرم. الماكس تيرم النورمال بتاعه زيرو، النورمال بتاع الماكس تيرم زيرو. لا دي خليها بتصمت دي هنا، دي متعلق صمت مين تيرم عايز تحولها برودكت ماكس تيرم. هحولها وبعدين اشوف الفانكشن بتقول ايه بالظبط. هنعملها ايه؟ ام واحد ونحط بي او بي برايم. هنا ام واحد نحط اي او اي برايم. هنا ام واحد نحط سي او سي برايم. نفكها. هتحولنا للشكل ده. بعد كده هيحصل ايه؟ هيوصل للشكل ده. انا عايز احول الشكل ده. اما ده واحد يقول لي ده ماكس تيرم. لا. قال لك ماكس تيرم لازم يكون الفاريبل مصطوف فيه واحد بس. الفاريبل لا. هتحول ماكس تيرم، هتحول بي اي بي او سي اي او دي برايم هكذا، ما بقاش اي بي او اي سي. نعملها ازاي؟ انا هنا ده حد ماكس تيرم خلاص، نقف حد هنا مثلا ده ماكس تيرم كده؟ لا مش ده ماكس تيرم؟ لا الماكس تيرم بس بيظهر فيه الفيرب مره واحده، بيظهر نورمال او كومبلمنتري. الماكس تيرم الفيرب بيظهر مره واحده نورمال او كومبلمنتري، والفيرب بتظهر بالترتيب. مفيش كده الماكس تيرم فيه كل الفيربز معمول لها اوراق، وفي الاخر كل تيرم مع الترم الثاني معمول له ستاندرد عشان نعمل بي او ام. طيب هنا عندنا دي بي او ام تنفع؟ لا ما تنفعش. يبقى ايه الحل بتاعها؟ لا تنفعش. طيب لو احنا هنفكها بالتروستيرم، التروستيرم داتا فيربز هم موجودين اهو، عايز تجيب الماكس تيرم سهل تجيبه بتروستيبل. انا بفكر كده سهل تجيبه بتروستيبل. تجيبه ازاي بتروستيبل؟ عند الاس تي برايم هي بواحد دي مين تيرم خلي بالك، وانا عايز احول الماكس تيرم. هي بواحد عند مين تيرم، مين اي مين تيرم في اي سي برايم بواحد فين؟ اي سي برايم بس. لا ثاني في واحد ثاني قبل الاخير قبل الاخير. طيب المين ترم الثاني، اي مين ترم في بي سي الفانكشن بواحد الجي رابع واحد فوق اللي احنا حاطينه. طيب اخر حاجه اي برايم بي برايم، اي مين ترم اي برايم بي برايم ثانيه بس والباقي زيرو. ها
الباقي زيرو. دي الماكس بتاعتنا. فإذا الماكس بتاعتنا يا مين؟ الجي اوف اي وبي وسي. الماكس بتاعتنا يا مين؟ ام كام؟ ام 2 ام 2 ان؟ 5 5 هتساوي كام؟ ده البرودكت اوف 2 و5 دي هتساوي ها؟ نعمل 2 2 اللي هي مين؟ ايه؟ 2 تبقى ايه؟ او بي برايم or C prime or C C or C prime and C plus and C prime A prime C B B or C ده الماكس تيرم الصح بتاعها بس هي كده هنا مش ماكس تيرم يتعمل بالستيبلت بس مش ماكس تيرم عايز اوصل للشكل ده عايز اوصل للشكل ده للشكل ده ناخد الترمز الكومبلمنتد مع بعضها انا عاملها برضه بالديستريبيوت جلوبال عاملها زي الديستريبيوت جلوبال تمام ناخد الكوز ده كله نعتبره ترمز ونضرب فيه انا ناخد بصوا في حاجه مشتركه هنا اول تمرين ال سي برايم او بي سي او اي برايم تمين اي سي برايم اي سي برايم او دي سي او مع البي برايم صح؟ طيب طب ما انت عندك ده مشترك اهو خدهم ايه؟ اي سي ابراهيم مع مين؟ مع ابراهيم ده عباره عن ده عباره عن اكس يعني اكس او ايه؟ ايه ودي ابراهيم صح؟ ودي اكس دي عباره عن دي لا قانون حتى جميل العكس يعني واحنا مش هناخد مع بعض الاي والسي والاي والسي والبي والسي مع بعض كانهم حاجه واحده؟ لا لا احنا كده بنرجع تاني للخطوه دي ايوه هو لا مش عايز ارجع للخطوه دي عايزين نحصل على انا هاخد الاي سي بلس بي سي دي هاخدها كومن تبقى جوه كوس اي برايم اور بي اور بي برايم انا عايز افك الاي سي برايم دي انا هاخدها كومن اخدها كومن وتبقى مضروبه في او معمول اند مع اي برايم اور بي برايم طيب تعال نبص عليها كده بصراحه واحده واحده نقول اي برايم اي برايم اي برايم دي برايم هذا اللي بقول اي سي برايم اي برايم ترجعها لل سي برايم لا دي اي مش اي برايم دكتور اتفضل الاي سي برايم دي هناخد طب ناخد دكتور احنا ممكن ناخد الاي سي نوزعها مع الاي برايم فالاي بتروح مع الاي برايم بيبقى ان السي مع الاي برايم اذا كان رجعنا ورا كان رجعنا ورا خلي بالك ما دي الخطوه دي جايه من دي ما هي اوزع دي على فكره اوزع اي سي برايم او بي سي مع اي برايم ان اي سي برايم او بي سي مع بي برايم انا هنا عايزين نحصل على شكل عايزين نشيل مين؟ نشيل ال ما ينفعش نعمل لها دي بوردر نون نعمل لها دي بوردر يا دكتور نعمل لها دي بوردر انا قصدي لو كنا سميناها اكس خدنا الاكس دي كوم اكس 4 4 اي برايم دي برايم ما هي دي ما هي دي ما دي الاكس اي او رجعنا تاني خطوة ورا. ايوه صح. احنا عايزين هنا ايه؟ نعمل لهم كل اوضه كلها الجي هنا عندنا احنا عندنا الاي دي زي ما هي صح. الاي دي صح. البي سي دي مشكلة فيها. البي سي يبقى نطلع بي سي برايم تاني؟ عشان نتشال مع بعض.
لا دي مرجع هديك الكومن بتاعها. دي مرجع دي مرجع بتاع الفانكشن بتاع الجي هديك جي كومن جي برايم. تمام؟ ممكن نضرب واحد انا عايز دي هنحافظ عليها ودي هنحافظ عليها بس عايزين نشيل دول عايزين نفكهم. طب يا دكتور لما نضرب اول ترم مع ثاني ترم طيب A or C انا عايز على الشكل ده في الاخر. لا هو عندي A برايم or B or C برايم. يا دكتور المره دي برايم والمره دي طيب هي لو احنا عملنا دي فكرنا دي مع دي A برايم or A في A برايم or C or B C صح؟ فبتدي معاليك تمام؟ وبعد كده انا ابراهيم اقول سي برايم هاخد الاثنين مع بعض صح؟ بي برايم اور بي في بي سي برايم اور سي وبعد كده اور سي برايم طبعا دول الاثنين كام؟ واحد ده بوان خلاص يعني ايه؟ ده بوان والوان عند اي حاجه بتدي نفس الحاجه فهنا في الحاله دي هيدينا ايه؟ ابراهيم او سي او بي سي صح؟ وهنا دي ابراهيم او سي او بي سي ابراهيم تمام يا دكتور ال سي اللي هي في تاني صف دي عليها برايم دي لا ولا ايه ايوه فوق في المساله الاصليه عليها برايم اور ايه برايم او سي برايم صح خلاص مشكله لو نسيت حاجه ممكن المساله كلها تمام يبقى هنا ايه برايم او سي برايم في حاجه غلط تاني خلاص فوق دي كمان كذلك دي نفس الفكره دي هتساوي ايه؟ ابراهيم بي سي لا بي سي عايز افكر عن بي سي مع سي ابراهيم اور سي ابراهيم اور بي في ابراهيم اور سي ابراهيم اور سي تمام ابراهيم اور سي ابراهيم اور سي ودي ايه هتبقى دي بي برايم او سي او ايه في بي برايم او سي او سي برايم سي برايم هتروح مع سي دي كام بي برايم او سي ده مع بعض كلها مع بعض كان اكس اكس او واي زد طيب دي هتساوي ايه بقى؟ هتساوي ايه برايم او بس هكتبهم زي او بي او سي برايم ده كده حصلت على نفس الترم صح؟ وبعد كده اللي هو اي سي ده واحد ده؟ لا اي سي او سي برايم واحد برايم او اي حاجه واحد ده كل ده كان واحد صح وده واحد حد عارف ليه كل ده بواحد عشان سي او سي برايم بكام واحد طب واحد او اي حاجه واحد على طول ودي هنا سي او سي برايم بواحد واحد او اي برايم بواحد دي عاد بقى معانا مين بس هرتبهم بقى ايه او بي برايم او سي اللي هي جت ايه؟ اللي هي جت زي الاولاني بالظبط. هي من الجبرا اصعب شويه من التروس تيبل، الجبرا اصعب شويه من التروس تيبل. دكتور معلش بس دكتور هعتبر ده اكس، ده واي زد. هعتبر كل ده اكس. قانون الديستريبيوشن بيقول ايه؟ اكس واي زد. سواء X أو Y
fix or set, index or set. نسميها برودكت كير اللي هناخدها لسه المحاضره الجايه. فده من تير معمول سيمبليفيكيشن وده من تير معمول سيمبليفيكيشن. ده بنقول هنا الفانكشن طالما من ترنات فاحنا بنضرب اذا هي بتعبر عن وحايه الفانكشن. فهنا بنقول هي واحد في واحد عن اي من تير في واي برايم. اي من تير في واي برايم هي واحد. عشان هي اصلها فيه ولا عشان هي ايوه عشان مين تير عشان مين تير الواي برايم فيه بزيرو تمام المين بيعبر عن الواي برايم واحد لا المين بيعبر عن الواي برايم بزيرو المين تير بالنور بتاعه واحد تمام فلما يكون الواي برايم بزيرو لحظه المين ترم واحد بس الفانكشن انت تبقى واحد عند المين ترم ده وعند المين ترم ده الفانكشن تبقى واحد انت تبقى واحد الفانكشن تبقى واحد انت عند المين ترم اللي فيه واي برايم بزيرو المين مين ترم اللي فيه واي برايم بزيرو هنا او بس في واي برايم بزيرو هنا طيب اجيب النورمال بتاعها ايه واجيب عكس يعني واي برايم اجيب النورمال بتاعها اجيب النورمال بتاعها النورمال بتاعها اللي هو واحد بالظبط طيب والحاجه الثانيه عند اكس زد اكس برايم زد برايم اكس برايم زد برايم مين تير اي مين تير في الفرق بين اكس برايم زد برايم يعني اكس برايم اكس بصفر واي زد بصفر حط الواحد ده موجود فين ثاني ده في حاجة ثانية؟ خلاص يبقى اسفار. كده احنا عرفنا ان هي المين ترمز دي كام؟ 0 و 1 و 2 و 4 و 5 الماكس ترمز هي كام؟ 3 و 6 و 7 الماكس ترمز تمام؟ انا هقف عند الكومبلي بتاع الفانكشن انا كنت استكت عشان ضرب خلاص وقت ثالث طيب هنروح عند فاشن كومبلي خلاص كده